أمدرمان العاصمة الوطنية، مدينة الذكر والنوبة وأهل الله، دخلناها بكل حب وأريحية، والفؤاد ينشرح للقاء أحد أقطابها وشيوخها. حط بنا المقام في مجمع وخلاوي الشيخ الصادق الصايم ديمة، وكان الاستقبال حافلا بتواضع وكرم أهل القرآن، والسيرة الطيبة لصاحب المقام تعطر المكان. الليلة جينا خلوة كبيرة جدا تحتوي على عدد كبير من الطلاب، ما يقارب 1000 طالب جاءوا لحفظ كتاب الله عز وجل. نحن وأنتم بمجمع وخلاوة أبونا الشيخ الصادق الصايم ديمة. العارف بالله الشيخ الصادق الصايم ديمة حفظه الله، هذا الرجل الذي وهب حياته للقرآن وأهله، حيث أسس هذه الخلوة الكبيرة بمجهود مقدر لتحفيظ كتاب الله عز وجل، ولم يقف عند هذا الحد، بل واصل المسير في تطوير هذه الخلوة حتى أصبحت مجمعا يضم معهدا علميا لمواصلة مشوار العلم القرآني، حتى يلتحق طالب العلم والقرآن بالجامعة، ويظل الارتباط قويا بين الطالب والخلوة جيلا بعد جيل. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، ما زلنا وإياكم في رحاب مجمع وخلاوة أبونا الشيخ الصادق الصايم ديمة. سعيدين جدا في اللحظات دي نكون مع فضيلة الشيخ محمد المصطفى الشيخ الصادق الصايم ديمة. أهلا ومرحبا بك معنا الشيخ محمد المصطفى عبر برنامج خلاوة بشاشة قناة النيل الأزرق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم أسرة برنامج خلاوة وأسرة قناة النيل الأزرق، مرحبا بكم في داركم ورمضان كريم، ونسأل الله أن يمن علينا بالخير والبركات وأن يعيده علينا، ونقول لكم مرحبا مرة ثانية في داركم، ونزلتم أهلا وحللتم سهلا في داركم وفي خلوة أبونا الشيخ الصادق الصايم ديمة. دارين نعرف من هو الوالد الشيخ الصادق الصايم ديمة. أبونا الشيخ الصادق خالد عباس الصايم ديمة هو من مواليد 1966 في الحارة الثالثة، ونشأ هناك ودرس هناك الابتدائية والوسطى والمتوسطة كلها في الحارة الثالثة، وأخذ الطريق من أبونا الشيخ دفع الله صايم ديمة. والحمد لله بدأ الخلوة، وكانت الخلوة عبارة عن شيء يعني صغير، ولكن وبدأت بحكاية طهر طالب، ولكن الحمد لله الآن يقارب عندنا 1200 طالب الحمد لله رب العالمين. شيخ محمد، بالنسبة للطلبة اللي هم من خارج السودان وجاءوا ليحفظوا القرآن الكريم، هل في شروط معينة لقبولهم على مستوى الخلوة؟ أبونا الشيخ لما أسس هذه الخلوة عمل للعالم بصفة عامة وللسودانيين بصفة خاصة، فالذين توافدون إلينا من خارج السودان شروطهم أن يعني يعطوا إلينا يجيبوا لنا جواب من السفارة أو من الجهة التي أتى بها الدولة. أيوة نعم، يجيبوا لنا جواب منها. أيوة نعم، عشان حاجة نعرفها بهم، يعني لو حصل قدر أو حصل أي شيء نقدر نرجع لهم. شيخ محمد، شاكرين جدا لحسن الاستضافة والاستقبال وهذا الكرم الفياض، وسعيدين جدا أن الليلة نكون معاكم بمجمع وخلاوة أبونا الشيخ الصادق الصايم ديمة. شكرا لكم أسرة برنامج خلاوة، وشكرا لك الشيخ محمد الهادي وكل الأخوان الذين يعملون معك، وجزاهم الله خير، وشكرا قناة النيل الأزرق على هذه الاستضافة الطيبة المباركة، ونسأل الله أن يعيد علينا هذا الشهر شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم في معية الله عز وجل إن شاء الله تعالى. جزاكم الله تعالى، بارك الله فيكم. وتتوالى السنوات والحب الصافي يسري في الجسد والروح ارتباطا نبيلا، ولشهر القرآن والصيام في خلوة شيخنا الصادق الصايم ديمة محبة ونشوة تداعب القلب العامر تسبقه استعدادات ونفحات.
وقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا. صدق الله العظيم. أسعد كثيرا أن أكون بمعية الأستاذ موسى مدير معهد الشيخ الصادق الصائم ديمة في هذا اليوم. أستاذ موسى أهلا ومرحبا بك معنا ببرنامج خلاوة عبر شاشة قناة النيل الأزرق، ونحن في رمضان وكل عام وأنتم بخير ورمضان كريم عليكم إن شاء الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في معهد الشيخ الصادق خالد عباس الصائم ديمة، ونقول لإخوتنا في قناة النيل الأزرق يا أهلا يا مرحبا بمن وصل على الرؤوس في المقل، قلوبنا هي المحبة قاعدة في هذا الشهر الكريم. نرحب بكم وأهلا وربنا يعيننا ويعينكم على ما تقدمون. اللهم آمين. الشيخ الصادق الصائم ديمة جزاه الله خير أسس هذا المعهد العلمي الديني الثانوي، ما هو المقصد من تأسيس هذا المعهد؟ المقصد هو المعهد امتداد للخلاوة بعد أن يكمل الطالب حفظ القرآن الكريم، ثم بعد ذلك يلتحق بالمعهد ليكمل دراسته الجامعية. شيخ موسى، ما هي المقررات التي تدرس داخل المعهد العلمي الديني الثانوي بمجمع وخلاوة الشيخ الصادق الصائم ديمة؟ جزاكم الله خيرا. المواد مقسمة إلى ثلاث أجزاء. الجزئية الأولى بتاعنا بالدراسات القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، الجزئية الثانية اللغة العربية، والجزئية الثالثة هي المواد الاجتماعية. أستاذ موسى، والله نحن سعيدين جدا إنه نحن الليلة يعني تعرفنا على المعهد العظيم ده. نحن أكثر سعادة، ونشكر أخواننا في قناة النيل الأزرق وبرنامج خلاوة وهذا الأمر العظيم الذي يقومون به، نحن نشكرهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لأداء هذه الرسالة وأن يكون هذا العمل خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، كنا وإياكم بمجمع وخلاوة أبونا الشيخ الصادق الصائم ديمة بأم درمان أم بدة. وأجمل منك لم طرقت عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. إلى أن نلتقي في أمان الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.